خاصنا حتى الشفارة نحاربوهم. اللي غادي يجي واحد مثلا غادي ينتخب باش يجي يقضي المصالح الشخصيه ديالو خاصنا نحاربوه، ما خصوش يبقى. انا ولا نكون في بلاص اي مستشار وجي ديك السيده نهار الدوره مسكينه كتبكي وكتقول انا ما عندي ما ناكل، ديك الساعه نقدم الاستقاله ديالو نمشي بحالاتي، والله ما نزيد فيها نهار. الا انت غادي مثلا تعنت وتجي وتحارب جمعيه رياضيه نشيطه غادي نهز ولادي ونخوي انا هاد البلاد هادي. إذن ها انت جريتي عليا انا غدا، وغدا يمشي مواطن صالح واحد اخر، شكون غيبقى في هاد البلاد؟ يبقاو فيها الشفاره. ما كنطلبش منهم ماديه تنقول لي عطيني انا الفلوس هكا تنقول لي قطع لي بيد الطياره اللي انا الوجهه ديالي وكندير لي برنامج ديال البطوله اللي غادي نمشيو نشاركوا فيها الدوليه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله. شكرا جريدة الحدث الإفريقي الإلكترونية على المتابعة والدعم والمساندة لوليدات الصخيرات وبخصوص الجمعيات الرياضية. سبب التواجد ديالي في الدورة، أنا كأي مواطن ابن مدينة الصخيرات وكإنسان جمعوي لمدة ديال الشغل ديالي في العمل الجمعوي تناهز 25 سنة أو 26 سنة كمدرب لجمعية سبورتينغ صخيرات الرياضية وكرئيس لجمعية سبورتينغ صخيرات الرياضية وكرئيس اللجنة الوطنية المغربية لرياضة صونغ مكوان. فلا بد كان خاصني نتواجد في الدورة بحكم أن كان بعض النقاط اللي درجات بعض النقاط كتهم الجمعية الرياضية. فرغم أنني ما كنتش عارف أن الدورة كاينة في ذاك النهار، فهذا هو التواجد ديالي. بغيت نطالع على الأمورات اللي كيشتغل عليها المجلس الجماعي وشنو المستجدات اللي غادي تكون في المجلس الجماعي وكذا. النقطة اللي ثارت انتباه ديالي هي النقطة ديال الجمعيات الرياضية اللي درجات أن غادي تستافد من المنح الرياضية. صراحة سبب الانفعال هو السيد المستشار اللي صراحة كان تعنت في انا كنت طلبت باش ناخذ، رغم ان ماشي تنقولوا ان ماشي من حقنا، وانما ملي كتشوف الامور خرجت على السيطرة صراحة ماشي من حقنا اننا ندخلوا، لان كاين مستشارين وكاين اغلبية وكاين معارضة. فمني كتشوف ان امورات استندت الى غير اهلها، يعني كنشوف بحال هاد الامورات هذه ان جمعيات رياضيه اللي كتنشط ما كتخرجش يعني على الاسوار ديال المدينه فكتوصل بمنح، وكنقولوا هاد الجمعيات ربما جمعيات مواليه، يعني ما كنضرب حتى شي واحد، وانما الجمعيات الا كانت غادي يكون دعم خص يكون دعم للجمعيات الرياضيه النشطه، ماشي الجمعيات الرياضية اللي ربما كاين جمعيات اللي هي نشيطة، ولكن ما نقصيوش واحد المجموعة ديال الجمعيات وغدا نعطيو الجمعيات الرياضية اللي ربما كتشتغل غير في الأسوار ديال المدينة. فاحنا كنمثلوا المدينة خارج أرض الوطن، كنمثلوا المدينة وكنمثلوا المغرب خارج أرض الوطن وسفراء ديال بلادنا، وكنحققوا نتائج. ماشي زعما كنمشي وكيف ما كان تيقولوا الناس راه غير كيمشيو كيتساراو، كيفاش كنمشي كنتساراو انا نخلص البيد للطياره ونخلص لوطيل ونقاد الوراق ديال الفيزا غير باش تاخذ الفيزا؟ راه واحد البروسيدير طويل، راه كلشي كيعرف هاد المسائل هادو. في ظل انك تخلي وليداتك وتخلي الامورات ديالك وتخلي هذا وكتمشي باش كتمثل الوطن، وما هاد المسائل هادي كنحققوا نتائج، وهاد النتائج هادي ماشي زعما مخبيه، راه النتائج راه كاين يعني صحافه دوليه كتبت على هاد المسائل هادي، واي واحد كيشكك في هاد الامورات هادي ولا تيقول لك هادوك راه كيمشيو غير كيتساراو كيدورو يجي الحمد لله ونحطوا له البيضه في الطاس كيف ما تنقولوا. حنا كنمشيو كنمثلوا البلاد ديالنا وسفراء ديال البلاد تنحبوا هاد البلاد هادي، تنحبوا الملك ديالنا. لو حنا تحت انا شخصيا تحت ليا مجموعه ديال الفرص، تحت ليا مجموعه ديال الفرص باش ما نبقاش في هاد البلاد هادي، ولكن انا كنحب بلادي وتنحب المدينه ديالي، وبغيت نبارطاجي هاد التجربه ديالي ديال 33 سنه ما بين التأطير وما بين التكوين وما بين بطال وما بين هذا، بغيت نبارطاجي مع وليدات بلادي. وكنجيو يعني في ظل هاد الامورات هادي كنشوفوا مستشار كيتعنت وما تيخليكش انك تعطي يعني الكلمه ديالك ولا تعطي ان داكشي اللي كيضرك انت.
يعني كان هذا المستشار هذا اللي انا بغي يقمعني ويشد المكبر ديال الصوت وتيحاول انه تيغوت بالجهد دوز لسؤال تسعود دوز لسؤال تسعود من اجل انه يخطي على انني انا ندلي بداكشي اللي كيضرني. فكان من الاولى انهم يشوفوا المشكل ديال الجوطيه اللي كانت تعطات اعاده الهيكله ديالها. هو الدور ديالو كان كممثل ديال الساكنه انه يدافع على دوك الناس على الاقل حتى توجد لهم بديل باش ما يتشردوش دوك الناس ويخرجوا مثلا هما والوليدات ديالهم لاقين ما كياكلوا. وراه كان قدامه في هذيك الدوره السيده مسكينه محجبه كتبكي كتغوت تقول لي انا ما لقيت من ناكل. انت كتهضر على المستقبل وانا ما لقيت من ناكل، انا وليداتي ما لقيت من ناكل. يعني هاد المسؤولين ديال المجلس الجامعي اشنو الجديد اللي عطاو؟ عطاونا غير شي انجاز عطاو في هاد في المرحله ديالهم شي حاجه ابار هادشي اللي دار على الصعيد الجهه. يعني عطينا هاد المستشارين هادو اللي كيتعنتوا وما باغينش يسمعوا للساكنه، الساكنه راه انتخبتهم باش يمثلوها ماشي باش يمثلوا عليها. يعني لو انت كمستشار غادي تجي تقمع واحد جمعيه رياضيه هي نشيطه، حنا الدور ديالنا معروف الحمد لله، انا دابا نعطيك غير واحد المجموعه ديال الوليدات هادوك توبه كاملين، هذا التايكواندو، هذا الطايبو، هذه يقا بدنيه، هذا فول كونتاكس، هذا التايكواندو، هذا هابكيدو، هذا التايكواندو، هادوك توبه يعني واحد المجموعه ديال الشباب اللي كنأطروهم في هذه المدينه هذه باش ما يمشيوش للانحراف والجنوح. هذا دورنا احنا كمجتمع مدني وكرياضيين وكجمعيه رياضيه نشيطه في هذه المدينه هذه. هذا يعني واحد المجموعه اللي جيت نحصي انا تقريبا من 2004 لدابا تاسست الجمعيه من 2004، راه واحد 1200 ديال البشر اللي اثرتها وكونتها، منهم الابطال، منهم دابا الناس اللي مشاو دي جينيور ديتا، منهم ناس اللي خرجوا بمحاماه، منهم ناس اللي خرجوا اساسيده. يعني كان الدور ديال الرياضه ساهم في هذا المسار المهني ديالهم ولا هذا المسار اللي كيخرج واحد الانسان صالح للمجتمع ديالو. يعني الدور ديال الرياضه دور كبير في المجتمع. يعني كنحاول انني كنساعد الدوله باش كتكون هاد الوليدات هادو ناجحين في حياتهم وتيعطيونا مجتمع صالح ومجتمع. حتى الدوله كتخصص واحد المنح للجمعيات الرياضيه النشيطه اللي كدير هاد المسائل سكيفي. انت خاصك انت كمنتخب خاصك تقلب لي على حلول، ماشي تجي دير لي زوبستاكل تقول لي اودي الجمعيات الرياضيه خاصها تكون جمعيه رياضيه منفعه عامه. حنا شنو كنديروا؟ ماشي منفعه عامه، يعني حنا راه كنأطروا، حنا راه المنفعه العامه اكثر من ما غتصور في هذه الامور هذه. كجمعيه رياضيه كنشد لك وليد صغير كنأطروا، كنجيب لك واحد من الشارع، واحد الاغلبيه ديال هاد الوليدات هادو اللي كيترينيو هنا راه كيترينيو غراتوي. في ظل اننا عندنا هذا المحل حنا كارينو الماء والضوء البوطه المسائل ديال النظافه ديال مولات الميناج اللي كتجي تنظف ديال هذه المسائل هادو، راه عندنا مصاريف وعندنا امورات اللي كتخلص، وعندنا تقريبا واحد 40% ديال الوليدات اللي جايبينهم من الشارع. راه ماشي الدور ديالنا حنا كنتسناو حتى كيجي الواحد كيتسجل. انا كعبد ربي راه تنقول لك كنشد وليدات من الشارع، كنشوفهم وليدات باقين صغار، كنلقى دري عنده 12 عام 13 عام شاد كارو تيكمي، وكنشدو تنهضر معاه وتنجيبو تندخلو كيتريني، والدري كيتغير تيولي من واحد اللي غادي يخرج من مجتمع فاسد كيولي انسان صالح. هذا الدور ديالنا كمجتمع مدني. هادشي ماشي تنقولوا انا زعما كنتصور به ولا هذا، ولكن الحمد لله هادشي الله سبحانه وتعالى اللي هو وجهنا لهذه الخدمه هذه. حنا كنديروا هادشي من اجل بلادنا لان كنحب بلادي وتنموت على بلادي وتنموت على الملك ديالي، وبغيت بلادي تكون، لان كنسافر وكنمشيو كنشوفوا دول واحده اخرى كيفاش دايره. ما كرهناش حنا البلادات ديالنا ما يبقاش فيها هاد الناس هادو اللي كيسرقوا وتينهبوا. خاصنا ناس اللي غادي يجيو يشتغلوا في هاد البلاد هذا في ظل الرعايه المولويه صاحب جلال الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. خاصنا نكونوا جنود مجند وراءه، يعني نتعاملوا نتقاتلوا على بلادنا، لان عندنا اعداء، عندنا اعداء في الجوار ديالنا، وعندنا بزاف ديال الاعداء اللي ما حاملينش هاد البلاد تزيد القدام. في ظل هذا الامن وهذا الامل اللي كاين خاصنا تشفرا نحاربوهم. اللي غادي يجي واحد مثلا غادي ينتخب باش يجي يقضي المصالح الشخصيه ديالو خاصنا نحاربوه، ما خصوش يبقى. اما جي بنيه صافيه انك تخدم البلاد ولا سير بحالاتك. الا غادي نبقاو نتستروا عليك لا، انا ماشي من داك النوع اللي غادي نجي نمد لك يدي نقول لك اعطيني. وحتى انا ملي كنمشي تنقول لهم اودي انا في الدعم ديالي ما تعطونيش الماديات، انا قطع لي بيدي الطياره وقطع لي الوطي فين غنمشي نمثل البلاد ديالي وغادي نرجع. انا ما كنطلبش منهم ماديات تنقول لي اعطيني انا الفلوس هكا، تنقول لي قطع لي بيدي الطياره لان الوجهه ديالي وكندير لي برنامج ديال البطوله اللي غادي نمشيو نشاركوا فيها الدوليه، كنقول لي قطع لي بيدي الطياره وقطع لي الوطي. حتى الماكله انا راه كنديو غير التمر والزبيب بحال اللي غادي نحارقين،
باش ما كان لان ما عندناش المصاريف كافيه باش كنمشي انا ديك الساعه، لان كنعرفوا انا الانجليز ولا اوروبا فيها المصاريف غاليه سيرتو الانجليز. الا بغيتي تمشي انا كنمثل تقريبا عندنا واحد مجموعه ديال الميداليات اللي جبناهم ميداليات دوليه يعني كنمشيو، عندنا بطولة ديال لندن الحمد لله حققنا فيها ثلاثه الميداليات الذهبيه، عندنا البطوله ديال ويليام مارشال اللي كاينه في ايرلندا، حتى هي ايرلندا محسوبه على الانجليز يعني حتى هي دوله غاليه لا في السكن ديالها لا في الماكله ديالها. عندنا مانشستر اللي حتى هي مدينه انجليزيه يعني حتى هي المصاريف ديالها غاليه بزاف، يعني هاد الامورات كامله راه ما يمكنش انا نتحمل هاد المصاريف كامله باش نمثل بلادي. يعني انت كمنتخب كتشوف ان الجمعيه جمعيه نشيطه، علاش كتعرضني انا؟ شنو كاين شي مشكل؟ انا ما عندي حتى مشكل مع شي واحد من دوك الناس، ولكن هذا الشخص هذا هذه المره الثالثه اللي انا كنشوفو انه تي هاد الجمعيه ما عرفش انا شنو الا كاين شي حاجه يجي يقول لي الشريف انت راه عندي معك مشكل ونجلس انا وياك على طابلو نفكوا هذا المشكل، لان يعني ما عندي حتى مشكل مع شي واحد في الناس المنتخبين، بالعكس حنا الا كاين شي حاجه ما نعاونو نعاونو، حنا كجمعيات رياضيه ولا كمجتمع مدني طلبتيني نعاون في شي حاجه انا مرحبا. الحمد لله حطينا طلبات باش ننظموا انا انشطه اللي هي أنشطة موازية للأعياد الوطنية، وما حتى الرد ما كيحملوش الأنفس ديالهم حتى داك التعب ديال الرد أنه يرد يجاوبك يقول لك أودي راه القاعة ما يمكنش. الحمد لله القاعة كانت مسدودة، حتى جا السيد الوالي، جا السيد الوالي عاد حل القاعة، يعني القاعة الوحيدة في المدينة ديال الصخيرات اللي كنا دائما كنمشيو كنطالبوا بها كتفتح، حتى جا السيد الوالي مشكور، لان يعني داك الشخص هذا سبحان الله العلي العظيم انسان كيحبوا يعني هاد المنطقه كامله بهاد الاعمال، يعني هاد الامورات اللي كيديرها، يعني جا باش يخدم وباش يعاود يديفلوبي هاد المدينه. يعني كنشوفوا الشوارع تعبدات، الدور الصفيح تحيدات، المدينه غادا بغات تنقى، جايه بواحد استراتيجيه وجايه بواحد الافكار جديده، باغي ما لقاش معامن. يعني هاد الناس هادو كان من تما ملي يشوفوا ان واحد الشخص جاي يخدم نضامنوا معاه نتعاونوا معاه، كتلقاهم هما ناعسين. وعلاش جيتي انت اول مره فاش جيتي فاش انتخبتي وجيتي بغيت تهز هاد المسؤوليه وتحملها، جاي انك بغيت تغير، الا ما كانش حبك لهاد المدينه انك تغير وتعطي فيها شي حاجه ما تجيش اخويا، علاش غتجي؟ واش جاي باش تعطي المصلحه الشخصيه ديالك؟ ماشي هذه الطريق ديالها، سير قضيها بشي حاجه اخرى، مصلحه شخصيه ديال قضيها بطريقه واحده اخرى، ماشي الطريق ديال انك تاخذ امانه تحملها فوق العتيق ديالك. راه الله سبحانه وتعالى قال لك وعرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. واش كتعرف الامانه؟ واش تعرف شحال ديال الساكنه هنا؟ 4 ونقولوا حلا غير الساكنه القديمه اللي كانت هنا 64000 نسمه لي صوتات، كي صوت عليك كما صوتش عليك، مادام طلعتي للمنصب الساكنه كامله صوت عليك، خصك تمثل الساكنه كامله، ما غاديش تبقى دير حسابات لهذا صوت عليا حق هذا كان تابع لهذه الجمعيه، حق هذا الجمعيه كان تابع لفلان. لا الشريف جيتي تحطيتي بديك المكانه الا وخصك تحمل المسؤوليه ديال هذه الساكنه كامله، خصك تحمل هذه المسؤوليه وتقلب على فين كاين الخلل، نقلب على فين كاين الخلل ونصلح ونتصنت للساكنه، لانك انت الدور ديالك شنو؟ ممثل الساكنه، يعني خاصك تحل المشاكل ديال الساكنه، ماشي ممثل ديال نفسك ولا ديال ولا غادي تجي ديال الاسره ديالك ولا غير ترشق لك باغي تحط نقطه ما عندك ما عند الساكنه ما تستافد منها حتى شي حاجه. اذا كجمعيه رياضيه نشيطه احنا ما كنطلبوش شي حاجه، كنطلبوا دعم ديال الجمعيه لانك تمثل البلاد داخل الوطن وخارج الوطن وكتحقق نتائج مشرفه. الحمد لله حققنا واحد المجموعه ديال النتائج وما كنت نديروش البهرجه بها ولا كنتباهاو بها، وهذا لاننا كنحبوا البلاد ديالنا، تنقول انا ما قدمت لبلادي والو، في ظل هذا الشيء مازال ما قدمت لبلادي والو. وانا لو كان مثلا بغيت نغير البلاد ديالي هانت انا عندي ما يخول لي ذاك هاد الامورات هذه، الفيزا الاولى ديال 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 الانجليز، الفيزا الثانيه ديال امريكا اللي غادي تسالي حتى 2032، هايا 2032 نقدر نكيتي البلاد ديالي من غدا نمشي، ولكن ما بغيتش بغيت نبارطاجي هاد التجربه ديالي انا مع ولاد بلادي، بغيت انا لان البلاد ديالي يعني كنقول ما عطيتها حتى شي حاجه، عطاتني بزاف ديال الحوايج، عطاتني الامن، عطاتني ان تمدرست، عطاتني انني يعني واخا تنفضل واحد المجموعه ديال 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 الحوايج اللي ماشي هي كامله، وانما البلاد ديالنا احسن بلاد في العالم تنحبوها وتنموتوا عليها، فضل تواجد احسن ملك في العالم، يعني خاصنا نكونوا جنود مجندون هذه البلاد هذه، خاصنا نعطيوها ولو غير شويه من داك الشيء اللي عطاتنا. هذه الفيزا ديال الامريكان غتسالي حتى 2032 هايا 3 اوت 2032 عاد غتسالي، يعني راه باقي ليا فيها تقريبا واحد 8 سنين هنايا، زائد فيزا ديال كندا اللي غتسالي حتى 2026،
زائد الفيزا ديال هادو كلهم فيزات، هذه الفيزا ديال الانجليز غتسال حتى 2025 في شهر 6. يعني لو غدا من غدا نهز الباسبور ديالي ونمشي بحالاتي. الا انت غادي مثلا تعنت وتجي وتحارب جمعيه رياضيه نشيطه، غادي نهز ولادي ونخوي انا هاد البلاد هادي. اذا انت جريتي عليا انا غدا، وغدا يمشي مواطن صالح واحد اخر، شكون غيبقى في هاد البلاد؟ يبقاو فيها الشفاره. اذا هاد الشفاره خصهم يتحاربوا. حنا كمجتمع مدني وكجمعيه نشيطه خصنا نحاربوا هاد الناس هادو اللي كيجيو كيخدموا المصالح الشخصيه ديالهم. الا ما قادش تشري تخدم المصلحه ديال المدينه كيديها خوي، الا ما قادش تشري انك تمثل السكينه ما تدخلش لهاد الامورات هادي. اذا انا الرساله ديالي، انا ما حتى شي واحد ما غادي نقريه شنو غادي يدير. هذاك المستشار ولا اي واحد غادي يجي كيمثل السكينه، ماشي انا غادي نعطيه رساله ولا نوريه شنو غادي يدير. هو علاش جا المره الاولى؟ كان هذاك اي مستشار غادي يجي ولا اي منتخب غادي يجي عنده برنامج، وكاين مشاكل ديال السكينه ملي كيجي هو علاش جا. انا ما غادي نقري حتى شي واحد نقول ليه شنو، كل واحد والدور ديالو. انا في الدومين ديالي راني عارف شنو كندير، انا كرياضي وكمؤطر ديال الرياضه كنعرف شنو كندير. هو كمستشار ولا كاي واحد غادي يجي في واحد المنصب عارف شنو غادي يدير، ماشي انا غادي نقول ليه شنو غادي يدير. غير هو ملي غادي يجي هو كممثل السكينه كيخصو يتصنت للسكينه، كيخصو ياخذ المشاكل ديال السكينه، وكيخص هذوك المشاكل ديال السكينه كنشوفوا المشكل الاولى بالاولى، يعني المشكل الكبير بالمشكل اللي موراه بالمشكل اللي صغر منه بالمشكل. يعني هاد الامور هادي علاش كيجيو الناس؟ كنجي كنشوف المشكل الكبير اللي كاين في المدينه اشناهو. كاين مشاكل ديال الطاكسيات، كاين مشاكل ديال النقل يعني بصفه عامه. يعني الناس راه كيبقاو الصباح، كاين اللي كيخدم مع 8 ديال الصباح راه ما كيمشي منها حتى ل 9 ديال العشرة. كاين اللي توقف على العمل بسبب مشكل ديال النقل. هذا مشكل، يعني الا انت غادي تعنت بمرورك السؤال تسعود في ظل انك تسمع ليا انا المشاكل ديالي كرياضي، كان من الاولى انك تدوز مثلا المشكل ديال الطاكسيات وتشوفوا لي حل اني هذا المشكل مازال كتعاني منه مدينه الصخيرات. كان من في ظل التعنت ديالك والمرور السؤال تسعود في العوض فاش صنت لي انا كرياضي، كان عاد تشوف المشاكل ديال الوليدات اللي انقطعوا على الدراسه في ظل انهم تيبعدوا دابا من المدارس ديالهم. كاين واحد المجموعه ديال السكان جاوا دابا جداد المدينه، وليداتهم ما لقاوش فين يقراو. كان في ظل انك تعنت التمر السؤال تسعود، يعني تشوف المشاكل ديال هاد الناس اللي ما لاقينش فين يخدموا. الناس اللي هما شباب يلا بداو في حياتهم وهذا وما لاقينش يعني شركات باش يخدموا، ما لاقينش فين يخدموا. كان من المفروض انك في الوقت اللي غتعنت ودوز لسؤال تسعود وما تصنش المشكل ديالي انا، كان يعني كتشوف المشكل ديال الباعه اللي مساكن تحرموا من 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 الرزق ديالهم، من مصدر العيش ديالهم. هادو كلها مشاكل كان السيد المستشار في ظل انه يتعنت مع واحد المواطن ايا كان، ماشي انا كاع كجمعيه رياضيه، مواطن. ملي كيجيك مواطن من مدينه الصخيرات يعني انت راك جاي كدافع على المشاكل ديال مدينه الصخيرات، انت واحد الممثل ديال واحد المجموعه ديال الساكنه، ولا اي واحد غيجي عندك واحد غادي يقول لك ودير عندي مشكل خاصك تصنت ليه وتحل المشكل. هذا الدور ديالك انت كمستشار، الدور ديالك لا في الاغلبيه، الدور ديالك كمستشار ولا الدور حتى للمعارضه كيجيبوا النقاط. حنا سمعنا باللي ان المعارضه جابت نقاط بغات تحطها وما تحطاتش. كاين نقاط لانك تنجم كمجلس متكامل، يعني كانت عندك نيه حسنه ديال هذه المدينه انك تحسن الوضع ديالها وتزيد بها القدام، كان انك يعني واحد في المعارضه جاب لي نقطه وعارفه كتصب في صالح المدينه، ناخذها وكنشكرو نقول نشد عليه يدو ونشكرو نقول الله يجازك بخير. وتقدر انك تاخذ نقاط من عند هذا المجتمع المدني، لان شي لقاء المقاربه التشاركيه. المقاربه التشاركيه راه هي انني نكون انا كنضامن لا سلطات لا منتخبين لا مجتمع مدني. هذه المقاربه التشاركيه باش نصلحوا البلاد ونزيدوا القدام، خاصنا نسمعوا لبعضياتنا، خاصنا نكونوا واحد تيكمل الاخر. ما غتعنتش انت وغادي تشد الميكرو وتغوت مر لسؤال تسعود باش ما تسمعش الراي ديال واحد من المواطنين ولا واحد من المجتمع المدني. المقاربه التشاركيه ما كتقولش هكا، كتقول خصك تصنت ليا وانا نتصنت ليك ونلقاو الخلل فين كاين ونصلحوه. يعني راه كاين امورات خص تصلح. المدينه مدينه الصخيرات باقا راه حالوب، يعني ما خصش اي واحد يجي يرضع ويمشي بحالاته. الا عارف ان كاين مفسدين في هذه المدينه هذا خصنا نحاربوهم. كاين الناس قاد تحمل المسؤوليه، مرحبا بك من غدا اجي. ما قادش تحمل المسؤوليه اي واحد. انا ولو نكون في بلاص اي مستشار وجي ديك السيده نهار الدوره مسكينه كتبكي وكتقول انا ما عندي ما ناكل، ديك الساعه نقدم الاستقاله ديالي ونمشي بحالاتي، والله ما نزيد فيها نهار. اما هاد الناس هادو ما كيعرفوش شنو هي الامانه والمسؤوليه، ما بقاوش كيعرفوها.
طلبوا الله سبحانه وتعالى يهديهم. هادشي اللي نقدر نقول لك، انا ما قريت حتى شي واحد، ولكن نطلبوا الله سبحانه وتعالى يهديهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اي خائن لهاد البلاد هذه، اي واحد كيقلب على الضرر ديال هاد البلاد هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، لان حنا كنديروا الدور ديالنا كمجتمع مدني وكرياضيين، والنية الله سبحانه وتعالى عالم شنو بالانفس ديالنا وشنو عندنا في الداخل ديالنا، وكل واحد الله سبحانه وتعالى يخلصوا على قد النيه ديالو. يعني حنا كنجتهدوا باش هاد المدينه تكون يعني مدينه كنكون كسفراء ملي كنمشيو، راه الحمد لله كنعطيو المعالم المدينه ديالنا وكنرحبوا بناس باش يجيو عندنا. وفي ظل هاد المساله هذه، انني انا كان عندي العام اللي فات دوري دولي اللي كنت غتشارك فيه، 11 دوله اللي اكدت الحضور ديالها، وراه البرنامج عندهم محطوط والمسائل كلها عندهم محطوطه، وما كلفوش انفسهم معنا الرد حتى على واش هاد البطوله تنظم هنا وتنظمش هنا. يعني قضيت الامورات كامله، لا المسائل ديال لوتوريزاسيون من الاتحاد الدولي، لا من المسائل كامله تقادات، ولكن ملي جينا هنايا ما عطاوناش، ما كلفوش انفسهم معنا الرد باش هاد البطوله تنظم. انا ملي غنجيب لك 11 دوله هنا، راه غادي يخدم معنا لوطيل، غادي يخدموا الطاكسيات، هاد الناس هادو غادي يجيو خصهم فين ياكلوا فين يشربوا، المطاعم غادي تخدم كامله، غنديروا واحد المدينه ديالنا غادي نعطيوها واحد الصفه ديال مدينه سياحيه بامتياز، وهي مدينه يعني داير بها الماء تقريبا من جميع النواحي، كنلقاو فوق الواد، كنلقاو الغابه، كنلقاو وادي كم، كنلقاو الشرط، كنلقاو البحر. يعني مدينه هي مدينه يعني سياحيه بامتياز، كيخصنا نعطيو حنا نديرو الدور ديالنا، وهاد المدينه هذه نعطيوها القيمه ديالها اللي كتستحق، ماشي نطمروها بالمشاكل ديالنا وبالامورات ديالنا والتعنت ديالنا ودوز هنا ودوز ليه ودوز ليه ونقلب على المصالح الشخصيه ديالي. لا، خصنا كاملين نكونوا جنود مجندون ونتعاونوا باش المدينه تكون في الموقع الاستراتيجي ديالها اللي كتستحق. يعني هاد الامورات هادي كاع كامله. وملي كنجيو مثلا لواحد النقطه الا سمحتي ليا، ملي كنجيو الرياضه تيقول لك اودي لافيلياسيون، انا كنمثل هاد الرياضه هادي، دخلت انا في 2015 لاغريمون ديال سير رياضه سونغ موكوان بالمغرب، هادي لاغريمون ديال نهار 7 ماي 2016، باش تسلمت انا كنسير هاد النوع الرياضي لانه نوع رياضي جديد في المغرب، وخديت فيه سير ديال الاتحاد الافريقي، يعني مكلف بتسير رياضه سونغ موكوان على الصعيد الافريقي، رئيس ديال هذا النوع الرياضي هذا. لافيلياسيون ديالنا ملي تيقول لك الجمعيه واش من خارطه في العصبه ولا في الجامعه باش يحطوا لنا هما ان اوبستاكل، هذه الجمعيه هذه من خارطه في الاتحاد الدولي، ها هي وول سونغ موكوان اسوسيشن صخيرات سبورتينغ. لافيلياسيون ديالنا من خارطن في الجامعه الدوليه ديال هذا ديال ديال هذا الصنف الرياضي هذا. بالنسبه لينا حنا وضعنا الملف ديالنا لدى الوزاره من اجل تاسيس جامعه ملكيه مغربيه وصيه على هذا النوع الرياضي، حطينا الملف ديالنا، ها هو الامور ديال يعني تحطات غير باش نحطوا الناس في الصوره باش ما نقولوش، تحط الملف باش تاسس جامعه ملكيه مغربيه وصيه على هذا النوع الرياضي هذا. الوزاره راسلتنا على اساس ان كاين واحد المجموعه ديال الجمعيات، واحد المجموعه ديال الجمعيات الرياضيه احنا راسلناها باسم الاتحاد رئيس الاتحاد الافريقي، هيا الى السيد وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والمدني مديريه الرياضه الرباط، الموضوع طلب لقاء من اجل تاسيس الجمعيه الرياضيه. عاود هنا راسلناها الى السيد وزير التربيه الوطنيه حول تاسيس الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه سونغ موكوان، ها هو هل لاكيزي دو ريسيبسيون هنا، هذا وورلد سونغ موكوان اسوسيشن، يعني الاتحاد الدولي راسل الوزاره، ها هو كيراسل لنا الوزاره على اساس ان هذا الشخص اللي هو عبد ربي راه حنا كلفناه بهذه الرياضه، وحنا تنطلبوا منكم على اساس انكم تسهلوا الماموريه باش تاسس جامعه ملكيه مغربيه، في ظل ان هذه الرياضه دي كتزدهر على الصعيد الدولي وخدامه، والحمد لله المغرب تيحقق نتائج وكيشارك في مجموعه ديال الانشطه الدوليه وتيحقق نتائج، خاصكم تساعدوا هذا الشخص هذا باش ياسس جامعه ملكيه مغربيه لهذا النوع الرياضي هذا. هذه مراسله من الاتحاد الدولي. قلنا في ظل هذه المسائل كاع كامله، ملي كنجيو الجمعيات الرياضيه، انا ما كنضرب حتى شي واحد، والاخوان الرياضيين على راسي وعينيا، انا غير كنشوفوا الجمعيه جمعيه سبورتينغ الصخيرات اللي مقصيه، ملي كنجيو لهذه الجمعيات الرياضيه كنشوفوا الشواهد اللي عبد ربي محصل عليها، مجموعه من الشواهد
اللي تحصلنا عليها كل الان. انا دابا غنوريك غير الشواهد الدوليه، هادو غير الشواهد الدوليه. هذا ساتيا مدان درجه سابعه في رياضه تايكواندو اليونس، تايكواندو الموحد، واحد النوع ديال رياضه التايكواندو، تايكواندو الموحد اللي كيجمع المدارس ديال التايكواندو. هادي ساتيا مدان في رياضه سونغ موكوان، ساتيا مدان في رياضه سونغ موكوان. هاد ملي كنقولوا غير بروميير دار راه الانسان كيشتغل عليها اعوام وسنين. ملي كنقولوا ساتيا مدان المده ديال 35 عام وعبد ربي يعني في هذه الرياضه هادي كيتقاتل يعني كيمثل البلاد وكيخرج وتيخسر من ماله الخاص وكيتقاتل، والحمد لله يعني استطعنا ان نحق ان ناخذ ساتيا مدان في 2022 او تاريخ 2023 ساتيا مدان في رياضه سونغ موكوان. كنجيو هذا ستاج بيداغوجيك، يعني ملي كنقول ستاج بيداغوجيك في الاكاديميه ديال السبور الدوليه، في الاكاديميه الدوليه للسبور ستاج بيداغوجيك. الاغلبيه ديال المؤطرين هاد ستاج بيداغوجيك ما كتلقاش، يعني لا بيداغوجيك كيفاش غتدرب انت واحد الوليد صغير عنده 4 سنين ولا 5 سنين؟ راه كاين غير اللي كيشرق وكيمرق، كاين خاصك عندك امور. انا ما كنضرب حتى في شي واحد، الناس خاصها تمشي تقرا وتبحث وتقلب على كيفاش ان تدرب ولا تاثر، ماشي غادي يكون غير جمعيه غادي نجي نحل الجمعيه ونبدا نتريني انا ونجمع. هذا واحد ستاج بيداغوجيك كذلك عاود في واحد الرياضه واحده اخرى ديال رياضه الكوشيكي. هذه سيزيام دان ديال سونغ موكوا اللي كانت في 2016، وكنقولوا من 2016 حتى 2022 انا خديت ساتيام دان ديال هذه الرياضه. هذا الماستر في رياضه سونغ موكوان، هذا الماستر في رياضه التايكواندو الاولمبي، هذه دعوه باش ندوز الماستر ديالي في رياضه سونغ موكوان. هذا واحد المجموعه ديال 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 الشواهد الدوليه، هذه واحد لا فيزيت في كوريا، هذا البريباراسيون ديالي للماستر ديالي ديال رياضه سونغ موكوان، هذا لافيلياسيون الثاني ديال جمعيه سبورتينغ الصخيرات في الاتحاد الدولي، هذا الدرجه الخامسه سانكيام دان في رياضه التايكواندو الاولمبي وورلد تايكواندو اسوسيشن، هذا الكوكي وان اللي هو التايكواندو الاولمبي دابا سانكيام دان. هذه واحد المشاركه في واحد التدريب دولي كان في ايرلندا ديال سونغ موكوان. هذا لافيلياسيون عاود لان الجمعيه في الاتحاد الدولي كتافيلي 3 سنين الاولى وكتعاود تافيلي 4 سنين من بعد، صافي الجمعيه كتولي مافيليا في الاتحاد الدولي يعني على طول على مدى الحياه ما كيبقاش. هذا واحد ستاج دولي واحد اخر عاوتاني في ايطاليا، هذه سيزيام دان ديال وورلد تايكواندو اليونس اللي كنت حصلت عليها في 2015، وهذه سانكيام دان ديالها، هذه سيزيام ودي سانكيام اللي كنت خديتها في 2011. وهادو مجموعه من الشواهد ديال الوليدات ديالنا اللي كيمارسوا رياضه التايكواندو. كاين الابن ديالي هذا الشهاده ديالو دوزيام دان حتى هو كذلك في رياضه سونغ موكوان، وهذا الاخ ديالي حتى هو دوزيام دان في رياضه سونغ موكوان. يعني الجمعيه جهدوا الشواهد غير الدوليه، انا كنعطيت غير الشواهد الدوليه. الشواهد الوطنيه ديال بطوله المغرب ها هو عامر عاود هادو بطوله المغرب، بطوله البطوله الجهويه، المجموعه ديال 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 الدوريات وديال المشاركه في التدريب يعني من اجل تكون مدرب، وهذا مجموعه ديال 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 الشواهد على غير مجموعه ديال 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 الجوائز. هاد الجوائز هادو كاملين اللي كاينين هنايا الاغلبيه ديالهم جوائز دوليه ومشاركه دوليه. ففضل هاد العمل كامل، فضل هاد العمل كامل، كان من المفروض ان الناس اللي كيسهروا على الشان المحلي ديال المدينه هما انهم يشوفوا الناس اللي كتشتغل، الجمعيات اللي هي نشيطه، الناس اللي كتهز بالمدينه، الناس اللي كتمثل المدينه. ما غاتجيش مثلا غادي تقصيني انا وغتشوف جمعيات اللي يلاه انا سمحوا لي الاخوان ديال الجمعيات الرياضيه راه ما كنضرب حتى بشي واحد، وانما راه انا من واحد ما غيعجبنيش الحال اللي غتقصاش واحد جمعيه نشيطه وغتاخذ جمعيه واحده اخرى. الا مثلا كاينه جمعيه اللي موفر ليها واحد الملاعب القرب وموفر ليها مثلا كياخذوا الكار باش كيديبلاصا وعندهم ملاعب القرب، وكاين يعني انخراطات والتاديه ديال واحد المجموعه ديال الوليدات اللي كيخلصوا
عندهم يعني تيران فابور، عندهم الامور ديالهم، كياخذوا الدعم، والجمعيه اللي هي كاريه المقر وكتشارك على الصعيد الدولي وما كتستافدش من مناح. يعني هادو راه حوايج راه ما نقبلوهمش، هاد الحوايج هاد المسائل ما كنقبلوهمش. انا ما عمري ما هضرت على هاد المشاكل هادي، ولكن فضل التعنت ديال السيد المستشار ومرور السؤال سعود، انا حاولت انني ندلي بعض من الحوايج اللي كان اللي ضرتني في خاطري، وما بغيتش تضر شي واحد اخر. يعني ما نبغيش نضر شي انسان رياضي اللي غيشتغل وغيعطي للمدينه، بالعكس انا خصني نكون بجنبه. واخا غير بدك، حنا كنمشيو كنمثلوا البلاد، وملي كنرجعوا ما كنلقاوش حتى استقبال، استقبال ديال الناس المسؤولين على الشان المحلي ما كنلقاوش، غير يجي يوقفوا قدامك يقول لك فيليسيتاسيون راك حققتي ودرتي وهذا، ويوقف معاك وهذا، ما كنلقاوش هاد الحوايج هادو. اذا فين غادي بهذا التعنت ديالكم؟ فين غادي بهذه الامور ديالكم؟ حنا الحمد لله كنتقاتلوا، ومن هذا المنبر هذا الشكر موصول للسيد الوالي المحترم اللي الحمد لله هذه المره الثانيه يعني كيساعدنا كابطال ديال مدينه الصخيرات وجمعيه سبورتينغ الصخيرات لتمثيل الوطن وتمثيل البلاد ديالنا. كنشكر السيد الوالي من هذا المنبر هذا لانه تكلف لنا بالمصاريف ديالنا باش غادي نمشيو نمثلوا للمدينه ديالنا نهار 17 في الشهر ان شاء الله. غادي نسافروا، عندنا بطوله نهار 19 و20 ان شاء الله في مانشستر. نتمنى ان شاء الله الساكنه ديال مدينه الصخيرات انها تدعمنا معنويا، اما بالكلمه الطيبه، وحنا الحمد لله دائما يعني غنعطيو ما في الوسع ديالنا. رغم السن ديالي انا 45 سنه دابا ورجلي مفرقع علي، يعني متيري لي ليغام وليمينيسك عندي فيه مشكل، وتندير ايموبيليزاسيون الرجل ديالي وتندخل لاني كنحب هذه البلاد هذه، وكنخلي رجلي تما ونجي ما كيهمنيش لاني كنبغي بلادي وتنبغي نمثلها احسن تمثيل. الابن ديالي توا كذلك الدراسه ديالو هذا، ويمشي يمثل البلاد ويجي الحمد لله نرفعوا الرايه ديال البلاد ديالنا، لاننا خصنا نكونوا كيف ما كيقول الانسان تيموت على بلادو ولا على ولادو. الحمد لله تنمشيو كنمثلوا البلاد ديالنا حبا في هذه البلاد، حبا في الملك ديالنا، لان هذه البلاد هذه عطاتنا الشيء الكثير، ردوا ليها حنا ولو غير قليل. الحدث الافريقي معكم من قلب الحدث.